اللي لازم بعد كده هطلع منها بإيه؟ هطلع منها بريزالت، أو هطلع منها بنتائج، والنتائج دي بعد كده أقدر أعمل لها generalization أو أقدر أعممها. تمام؟ Research process is a set of steps that help you to look for and use information about topic that you choose. Yes. مفيش حاجة اسمها research كده واحد يعني يقوم من النوم يتخيل أو يحلم إنه هيعمل research والresearch ده هيتعمل. Of course not. لازم يبقى فيه aim معين، لازم يبقى فيه problem، لازم يبقى فيه حاجة ليها magnitude خليته قرر ان هو يشتغل فيها، وبيزد اون بيبدأ يحط ستيبس معينة يمشي عليها. معايا ولا مش معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. الريسيرش ليه مجموعة من الكاركترستكس. اول حاجة انه has to be very objective، يبقى فيه مفيش فيه اي نوع من السبجكتيفيتي، ولا ده صاحبي ولا ده قريبي، ولا انا هعمل كده عشان الشركة دي انا بشتغل فيها وهستفيد من وراهم وهم هيستفيد. نو no. اهم حاجة فيه الobjectivity، يعني لازم الواحد يبقى very objective، ما هوش منحاز لاي طرف ولا لاي شيء. precise يعني لازم يبقى to the point. verifiable يعني اقدر اقيسه، اقدر اقيمه. empirical يبقى فيه شكل تجريبي. and logical ويبقى ايه؟ ويبقى منطقي، ما يبقاش زي ما انا بقول حاجة من الخيال او اتخيلت حاجة هعملها research. طيب why research is very important؟ هسألكم انتوا السؤال ده، تفتكروا why it is very important to conduct a research؟ عايزة اسمع منكم why. اللي هيتكلم بس هو اللي يعمل unmute. ممكن يا دكتور اجاوب؟ yes. ممكن نقول ان هو بيعمل لي problem solving، يعني انا لو عندي اصلا problem او objective عايزه اوصل له، فانا الريسيرش ده اكيد هيقدم لي results او النتائج اللي انا يعني اللي انا محتاجاها. Yes yes. يبقى number one to solve a problem، problem solving. Yes definitely. ايه كمان؟ ايه كمان مهم ان انا اعمل research ليه؟ علشان نقدر نعمل اللي هيتكلم عن ميوت. يس علشان احمد ديفلوبمنت. احمد امام ديفلوبمنت. ديفلوبمنت اوف وات؟ نعم ديفلوبمنت اوف وات؟ ديفلوبمنت اوف اي اوف اني سبجكت. يعني عندي سبجكت يعني فور ديفلوبمنت، فور ذا سيك اوف ديفلوبمنت، عموما للتطوير مش كده؟ تمام. وات ايلس؟ احمد الطويل. سولف سام بروبلمز ان ان ذا ماركت، ان ذا اندستري، ان ذا سوسايتي. يس اور فور ذا هيومن بينج. مش شرط يبقى الماركت ولا الاندستري، فور هيومن بينج تو ريتش تو سمثينج نيو. ممكن علشان اوصل لحاجه جديده، ان انا تو انفنت ا نيو ماشين مثلا، على بالنسبه لنطاق المهندسين to produce new drugs for treatment. تمام؟ دي كلها زي ما انتوا قلتم it has to be، او هي دي تبقى الاهداف بتاعة الريسيرش. ممكن اطرح بس مشكلة، مش شرط اوصل لحل. يا اوكي. تطرح مشكلة من غير ما توصل لحل؟ لا لا، يعني رسالة ماجستير بس. انه حضرتك قصدك ان يبقى فيه future research، ممكن تقول for the future ممكن نبحث في ايه وايه، بس ده مش هيطلع من scratch، ده هيطلع من النتائج بتاعتك بتاعت الدراسة اللي انت حضرتك شغال فيها. تمام؟ great. ممكن برضو يا دكتور ان هي ممكن تكون اثبات صحة او خطأ لنظرية معينة. excellent. yep it is. ممكن بنقول عليها to prove for a theory، ممكن يبقى عندي theory معينة وانا بعمل لها validation whether it's right or wrong، او مش عايزة اقول right or wrong، whether it could be applied in a certain field or not. تمام؟ طبعا كلامك مية مية. يبقى اذا هنا كلام كل اللي انت قلتوه. To wrap up, research is very important. Why? To answer for something.
there is a question and we need to answer this to find a solution, زي ما انت قلتو, to solve a problem, to challenge or validate, وده ينطبق على اللي قالته زميلتكم for validating theory, تمام؟ basis for wise decision, ان انا اوصل لdecision معين regarding certain issue, professional knowledge base. مثلا لما انا اعمل حاجة جديدة, اعمل دراسة في مجال الهندسة الميكانيكية واعمل inventory, يبقى does it will add to the body of knowledge في الانجينيرينج ولا لا؟ it will add. لما انا اعمل حاجة في النيرسينج فيلد واطلع بتوصيات واطلع بconclusion ان دي can be applied in whatever, يبقى ده هيأد للبروفيشنال, للمهنة, للنوليدج الخاصة بمهنة معينة أو بحرفة معينة. larger society, وده أقدر أطبقه ويبقى applied على community, and of course for a personal issue it will add to my value. لما أنا هعمل research أو هعمل رسالة معينة أو article, هطلع بresearch article, it will add to me as a person. هتعرف لما الناس تقرا الكلام ده ويبقى published internationally, فهنا انا I add to myself, to my personality. You got my point? That's why research is very important. Okay. Research methodology. يعني ايه research methodology؟ هتسمعوا على حاجة اسمها منهجية البحث أو طريقة إعداد البحث, احنا بنقول عليها procedures. Research methodology أو منهجية البحث is the ways when we collect and analyze data, هي طريقة جمع البيانات وطريقة تحليل هذه البيانات. ازاي أنا بجمع بيانات؟ المنهجية اللي أنا هتبعها are developed for acquiring trustworthy knowledge via reliable and valid procedures. اللي أنا بعملها عشان أحقق في الآخر إيه؟ أوصل للمصداقية, مصداقية المعلومات اللي أنا وصلت لها, أو valid procedure من خلال منهجية يكون فيها reliability, يعني أقدر أكررها. هديكوا example حلو قوي على البرج إيفل والأهرامات والكلام ده كله. أول حاجة في research process بقى, في research process is to choose a focus for your subject. أركز وقرر أنا عايز أشتغل على إيه. يبقى the first step of the research process is to choose and focus your subject. هشتغل على إيه؟ هشتغل على بنا في الهندسة, هشتغل على animals, هشتغل على fish, هشتغل على علوم في اللاب, مش عارفة إيه. يبقى I have to focus on my subject. Think about subject that really interests you. Interested أشتغل فيها, إيه الحاجة اللي أنا حابب أشتغلها, or about which you are curious, أو الحاجة اللي أنا فعلا مهتمة قوي بدراستها. سور الصين العظيم, the pyramids, the Eiffel Tower, الحاجات دي. بس هل في حاجة في الدنيا أقول هشتغل على الأهرامات واسكت, هشتغل على Eiffel Tower واسكت, هشتغل على Great Wall of China؟ It's very broad. إيه بالضبط في البيراميدز؟ إيه بالضبط في Eiffel Tower؟ إيه بالضبط في Wall of China, Great Wall of China؟ شو ممكن أقول هشتغل, أنا interested أدرس الأهرامات. What's exactly related to the pyramids؟ إيه بالضبط؟ لأنه ما أقدرش أشتغل على حاجة very broad. I have to do focus. أعمل حاجة بنسميها Norwing. كل مادة أنا عندي حاجة كبيرة قوي, أنا ببدأ أعمل focus عشان أشوف إيه هي الريسيرش بوينت اللي أنا عايز أشتغل عليها. فاهمين يا شباب؟
انتوا معايا؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور، مش عايزين نقطعك بس عشان التسجيل. لا ما انا عايزاكم تقطعوني بعد كده. طيب تاني حاجة، يبقى انا في الاول قلت انا عايز اشتغل في ايه؟ very broad something broad، then I have to narrow the scope، أبدأ أعمل focusing to one focus topic that you can cover well. What exactly؟ لو أنا اتكلمت على البيراميدز، عايز أدرس إيه في البيراميدز؟ عايز أشتغل على إيه؟ عايز أعمل دراسة على إيه؟ construction of the pyramids، عملوه إزاي ده؟ construction اتعامل إزاي؟ Okay، so you have to ask yourself very important question. شوية أسئلة مهمة قوي أبدأ أسألها لنفسي. Number one، what is the purpose for doing this research؟ إيه الهدف؟ ودي أول في أي research article بنقول عليه aim of the research، إيه الغرض من إن أنا أشتغل في الدراسة دي؟ what I'm trying to learn، أنا عايز مين ال audience بتوعي؟ مين ال sample؟ مين ال target اللي أنا هشتغل عليها؟ هل هشتغل على human؟ ولا على animals؟ ولا على machines؟ ولا على ايه بالظبط؟ Who is my audience؟ What will they want to know about my topics؟ مين اللي هيقرا الشغل بتاعي ده كمان؟ مين اللي هيقراه؟ هيقرا مهندسين، دكاترة، تمريض، علماء في الفلك، مش عارفة مين اللي هيقراه بالظبط؟ stakeholders؟ Who will read this research article؟ And the answer to this question will help you stay on track. ده بقى هيخليك very focused. Stay on track as you continue through your research process. دي حاجات مهمة جدا لازم احطها في الاعتبار قبل ما اشتغل في اي دراسة بحثية. معايا؟ Okay. Next. Figure out what you need to know. انا عايز اعرف ايه؟ عايز اطلع بايه؟ You might try حاجة بنسميها W how questions. 5 W how questions. Number one, who built the pyramids? لو أنا بقى بفكر أدرس الدراسة بتاعتي أو أعمل على الأهرامات، مش أنا قلت هتكلم أنا عايز أدرس الكونستراكشن. So who built the pyramids؟ ده أنا بديكوا example اللي أنا بقوله ده. Stones. كانوا بيشيلوا إيه؟ بيشيلوا الكلام ده إزاي؟ When were the pyramids built؟ بنت امتى؟ Where did the stones for the pyramids come from؟ جت منين الأحجار اللي بنوا بيها الأهرامات دي؟ And how did the builders make the slides so straight؟ طلعوا بالشكل ده ازاي؟ عملوا ازاي المدرجات دي وطلعوا لي شكل الهرم كده ازاي؟ هنا بدأت أنا أعمل إيه بقى؟ أعمل focusing. What exactly I'm trying to study exactly؟ أنا عايزة أدرس إيه؟ عايزة أشتغل على إيه بالظبط؟ فبدأت أحط set of questions وbased on هبدأ أحط الـ purpose بتاعي. عشان كده أول حاجة في أي study، في أي research study is to set the purpose. Why you are doing or why you are studying such and such. تمام؟ المعلومات بقى بتاعتي بتاعت الـ research بتيجي منين؟ خليني أسألكم أنتم، أقول لكم ما شاء الله عليكم. How can we get the information of a research problem؟ منين؟ منين يا شباب؟ من المجلات المعتمدة؟ مجلات البحثية المعتمدة؟ journals، اوكي، مش شرط معتمدة. من الـ research journal، من الـ research journal، of course. What else؟ ما هي ممكن تبقى مجلة national. ممكن تكون national، بس يا دكتور journal. عشان أعملها كمرجعية وأعملها كسند بحثي، لازم تكون مجلة كبيرة معتمدة. عشان تكون موثوق فيها. مش شرط، ممكن تبقى مجلة قومية وتبقى مجلة موثوق فيها كويس جدا جدا، لكن واحد من السورسز عموما هو الريسيرش جورنالز. اتس رايت. وات ايلس؟ الريفرنسز يا دكتور، المراجع. المراجع، المراجع دي بنجيبها منين؟ يعني المراجع تكست بوك، يمين الكتب. تكست بوكس، المراجع العلمية بالظبط كده. يس اوف كورس. تكست بوك ايه كمان؟ من واقع الخبرة والاحتكاك بالآخرين. Excellent. من الاكسبيرينس بتاعتي.
من اللي انا بشوفه. ممكن دكتورة من السيرفيز والكوتشنير. شور اوكي. من ده كمان حاجة ومن الاكسبيرينس. مين معايا اللي قال كده؟ باشمهندس مين؟ مهندس ضياء مع سعادتك. اوكي باشمهندس ضياء اهلا بيك. زي ما الباشمهندس ضياء قال من through my experience بيقول عليها my observation. نعم من المواقع الإحصائية والمنظمات yes. الدولية من الستاتستكس definitely من الستاتستكس كل دي sources of getting information related to research. وإحنا دلوقتي في الإيرا of technology الإنترنت اللي إحنا قاعدين عليها دي من الريسيرش داتا من الإنترنت من الداتابيز من الداتابيز قواعد البيانات أقدر أوصل للمعلومات اللي أنا عايزاها أو it could act as a sources of information. Excellent job. Bravo عليكم. طيب. So sources of information a lot. There are many sources of information that you can the library كمان talk to the expert لما بتكلم مع ناس خبراء في المجال من خلال الخبرة بتاعتهم أقدر أقرر أو أوصل إلى information in relation to my topic. Search on the internet, journals, textbooks زي ما حضراتكم قلتوا in addition to the database. تمام؟ حاجة زي اللي قالها الباشمهندس ضياء أنا مثلاً بالنسبة لي وأنا بعمل رسالة الماجستير بتاعتي أنا تخصصي نساء وولادة. تمام؟ مين اللي معايا في الصورة؟ مصطفى؟ أوكي. وأنا بعمل رسالة بتاعتي للماجستير قررت موضوعي على أي أساس؟ كنت معيدة ولقيت ستات كتيرة جدا بيجونا في قسم الولادة أنا بديكم مثل حصل لهم حاجة اسمها انفضاض مبكر لجيب المياه اللي هو الأمنيوتك فلويد أو السائل الأمينوسي اللي البيبي بيبقى جويه. تمام؟ فكرت قلت إيه ده الريت عالي قوي الريت ده جاي منين؟ ليه بهذا الشكل؟ الستات او النسبة بتاعته عالية جدا. اوكي؟ فقررت من هنا انه بسبب انه الانسيدنس عالي ان انا اعمل رسالة الماجستير بتاعتي على حاجة اسمها premature rupture of membrane او الانفضاض المبكر لجيب المياه. تمام؟ based on my observation and my experience in a certain field. تمام؟ اوكي. لكن شايفين الشاب ده قاعد ازاي؟ قاعد عيني مش ممكن مفيش حد هيعمل كده هيروح يقعد قدام مكتبة ويقعد يقول حادي بادي مش كده استحالة It's impossible لازم يبقى فيه predetermined idea in your brain Online database زي ما انتوا شايفين Internet search engine Online database can help you to locate many different type of sources including books, web page magazine article, images, blogs by expert, DVDs and audio clips. Another way to look for answer is by using online database. Online database are collections of information that you cannot always find by using search engines. ساعات مش كل الأوقات بقدر ألاقي قواعد بيانات لكن قواعد البيانات أقدر أحصل عليها رسمياً من حضراتكم مثلا مركز لو انا هشتغل على حاجه تخص الانسان او حاجه هيومن عايز اشوف قواعد بيانات تخص معدل الوفيات في السيدات اللي بيجي لهم بريست كانسر يا اما ارجع للريفرنسز او ارجع الى ادخل بقى للمكان المختص اروح مثلا كانسر انستيتيوت المعهد القومي للاورام ولازم ده طبعا بيبقى بيرميشن لازم اعمل جواب رسمي وابقى رايحه اخد منهم موافقه ان هم يدوني داتابيز على الريتس اوف ويمن هافينج بريست كانسر قد ايه يبقى ده من خلال القواعد او القنوات الشرعيه اقدر احصل على قواعد بيانات معينه ودي واحده من الاثكس ان انت يو شود جيت بيرميشن تو يوز سيرتن داتابيز لازم تاخد بيرميشن عشان تبقى ethically right. Archaeology طبعا الحاجات المجلات اللي خاصة بالمجالات المعينة. في بقى عندنا حاجة أنا بحب قوي أقولها للكانديديت بتوعي اسمها research musts. في
في كم حاجة كده بنقول عليهم research must, it's a must. Number one, problem must be clearly recognized. المشكلة البحثية اللي انت هتعمل بيها او الموضوع اللي عايز تدرس فيه has to be clearly recognized. يبقى معروف. Determine information already available. لازم أشوف الدراسات السابقة في ذلك وأشوف الانفورميشن اللي تخص ده. And what are further information is required. أنا ممكن ناس كتير اشتغلوا في حتة معينة أو في جزئية معينة في موضوع لكن still في جزئيات أخرى فيها حاجة بنقول عليها gap. يعني ما قدرتش توصلني لإجابات معينة على مشكلة ما أو على شيء معين. As well, the best approach to obtaining it. يبقى الانفورميشن من ضمن الحاجات الماستس إنه أنا لازم أشوف الأفيلابل انفورميشن، أشوف إيه الأبحاث على سبيل المثال اللي اتعملت. What's available and where is the gap؟ إيه الجاب اللي موجودة اللي ما قدرتش تقفل لي الثغرة المعينة القصة؟ ممكن قوي يبقى في ماشين معينة بس الماشين دي فيها disadvantage. طيب أنا هصلح من disadvantage دي إزاي؟ من خلال إن أنا أبحث في الموضوع ده. يعني حاجات كتيرة جدا مثلا في الأجهزة المنزلية، ده مثل إحنا كلنا بنتعرض له. أنا ممكن أجيب جهاز يطلع رائع بكل إمكانياته تمام، واجيب واحد تاني بنفس الثمن بتاعه وممكن يبقى اغلى بس الاقي فيه حاجات كتيره قوي واقعه وفيها بتعمل فيه مشاكل في السوفت وير بتاعها في مش عارفه ايه، وده بيحصل كتير قوي في المودلز بتاعه الموبايلز. تفتكروا الفيرجنز الجديده اللي بتطلع من الموبايلز كل شويه، تبص تلاقي ما بين كل شهر وشهر ولا كل كم شهر طلع نوع جديد وفيرجن فيها حاجات رهيبة unbelievable في الآيفون. هل ده بيجي كده من فراغ ولا بيعملوا دراسات استقصائية على الناس وبيعرفوا رأيهم إيه في الموبايل، إيه المشكلات اللي قابلتهم عند التشغيل، إيه suggestion for improvement، وbased on كل ده يبدأ يطلع لي موديل أحسن أو الموديل اللي أعلى منه وهكذا. وده بقى قيس عليه في كل الحاجات اللي هي الإلكترونيكس and so. ده ما بيجيش من الحاجة الأحدث والحاجة الأحسن، ما بيجيش كده من الهوى، لا بتيجي من خلال سيرفي بيتعمل على سبيل المثال رأي الستيك هولدرز، رأي الناس اليوزرز اللي استعملوه، ومن خلال ده يقدر يطلع الفيرجن الأحسن وهكذا. Obtain and assess information objectively to help information or to help to take a decision. لازم لما أكون بحصل على المعلومات لازم أبقى very objective، أبقى كده very open-minded، ما لوسي أو ما عملش contamination للأفكار بتاعتي أو للديتا اللي أنا خدتها بشكل ما هواش ethical أو شكل مش صح. يبقى أول must إن the problem must be clearly recognized. ثاني حاجة determine information already available، أشوف إيه المعلومات المتاحة عن هذه الدراسة وإيه الجابز فين وأحاول أسد الثغرات دي. و when I obtain information or data I has to be very objective. طيب بعد كده بقى عندنا the steps of research process. أنا قلت لحضراتكم try to read، فقولوا لي كده مين منكم من اللي قرأ يقول لنا إيه هي the steps أو أول steps إيه في research process. سمعيني. What is the first steps in research process? Huh? What is the first step? Problem identification. Problem identification. Yes. نحن نسيت objective يعني بشكل عام. نحن نحط objective معينة عايزين نحلها أو عايزين نحلها. هذا verbus أو aim أو objective of the study. ثالث حاجة. Methodology of the study. Of course, determine the methodology. الميثودولوجي دي بقى هيدخل تحتها A و A و A.
collecting data yes data collection yes material and او التوبكس اللي احنا هنتكلم فيها بالظبط. لا التوبكس اللي هتتكلمي فيها بالظبط دي يا ياسمين هي اول حاجه هو التايتل او عنوان الدراسه بتاعتي. لا انا مش قصدي، انا قصدي التوبكس اللي جوه اللي هي يعني البرانشز الصغيره اللي انا هتكلم فيها او اعمل زي فورم كده للريسيرش بتاعي. يومين الكوتشينير اللي هتشتغلي بيه مثلا او السيرفي؟ لا يعني البوينتس المعينه اللي انا هتكلم فيها بالظبط، يعني مش التايتل بتاع الريسيرش. البوينتس اللي هو ان انت تحطي سب اوبجكتيف مثلا بالظبط. يعني انا لو عندي اوبجكتيف كبير بقول عليه الجول الكبير او بقول عليه الايم، بيبقى في حاجه اسمها سب اوبجكتيف. تمام اوكي، بس خلينا منظمين شويه. Let us focus more. First is to recognize the problem. Define the problem. انت what are you intended to study؟ عايز تشتغل في ايه؟ هل الحاجه دي تخص الـ animals، human، engineering، science، database or whatever، IT، computer؟ هديترمن الـ area بتاعتي، الـ area of interest. انا interested اشتغل في انهي area؟ وايه البروبلم؟ اول حاجه what is the research problem. تاني حاجه determine the aim، ايه الهدف؟ انا ليه عايز اعمل الدراسه دي؟ اوكي. بعد كده بعمل حاجه اسمها literature review. عارفين يعني ايه literature review؟ is to obtain all information from previous studies. هطلع على الابحاث اللي اتعملت في الجزئيه دي وايه المعلومات اللي متاحه، سواء كانت في الجورنالز، في التكست بوك، على النت، على الداتا بيز، على ايه المتاح، وات از افيلبل ريليتد للمشكله اللي انا عايز اشتغل عليها. والاطلاع على جميع المراجع، وده بقول عليه literature review. وقلنا اول حاجه problem definition، ايه المشكله اللي انا عايز ادرسها، عايز اعمل research study في ايه بالظبط. بعد كده عندنا selection of research design. هنا بقى الماتيريال والميثود، جزئيه المنهجيه. المنهجيه دي بيبقى فيها حاجه اسمها نوع البحث، الديزاين، هل هو ديسكريبتيف يعني دراسه استطلاعيه وخلاص وصفيه، ولا اكسبيرمنتال، ولا تجريبي، ولا كوازي اكسبيرمنتال شبه تجريبي، ولا لونجيتودينال يعني دراسه على فتره طويله تمتد من سنه الى سنتين، ولا حاجة عندنا في البحث في أنواع البحث بنسميها cohort، يعني أتابع العينة بتاعتي على مدى طويل بتاع 20 سنة مثلا. يبقى ده بقول عليه نوع الديزاين. subject السامبل بتاعتي، السامبل بتاعتي دي نوعها إيه؟ وانتوا بقى في ناس كتيرة جدا منكم بتوع إحصاء، هل هي probability sample ولا non-probability، وإيه النوع بتاعها، convenience ولا random sample، عينة عشوائيه، وبحدد الراندمايزيشن على اي اساس، والعدد بتاعها اللي هو السامبل سايز. والسامبل سايز ده مش بحسبه من الهوا، لا ما جيش كده اقول انا هاخد 50 عيان، لا غلط، ديفينتلي رونج. نوع السامبل وعددها، عدد السامبل او السامبل سايز بيتحدد بفورمولا معينه، بايكويشن معين، حاجه اسمها الباور اناليسيس. تمام. وكمان بيتوقف على عدد الفاريبلز، المتغيرات اللي عندي قد ايه في التايتل، حاجات كتيره جدا، ده كله داخل في المنهجيه. داتا كولكشن تكنيك، هجمع الداتا بتاعتي ازاي. بعد كده داتا جاذرينج، تجميع الداتا، هجمعها بكوتشنير ولا من خلال الاوبزرفيشن، هروح قسم الجراحه واقف اشوف الدكاتره والتمريض بيلبسوا جلافز ولا لا، بيلبسوا جوانتيات في ايدهم، بيعملوا تعقيم كويس، وبيغسلوا ايدهم من عيان للتاني ولا لا. كل ده هعمله من خلال observation. لو انا جيت اتفاجئت انه نسبة تلوث الجروح زادت في قسم الجراحة، هنا ده هيستوقفني، يا ترى ليه نسبة التلوث زايدة في العيانين اللي عاملين عمليات جراحية في القسم ده بالذات؟ يبقى لا، ده انا لازم اقف واعمل دراسة. ويبقى الميثودز اوف داتا كولكشن هي الاوبزرفيشن، ابص بعيني بيستخدموا قفازات ولا لا، بيغسل ايده من عيان للتاني ولا لا، بيستعمل مطهر، لما بيجي ينظف الجرح ويعمل غيار للعيان
بيجيب القطمة في اتجاه واحد ولا يفضل جايبها من فوق لتحت من هنا لهنا وباليمين والشمال وبيعك. وبالتالي لو أنا بصيت هطلع من هنا بنسبة استخدامهم لطرق مكافحة العدوى ولا لا، بيستعملوا الحاجات اللي أنا قلتها ولا لا. لو لقيت النسبة قليلة يبقى الناس دي ماشية excellent. لو لقيت النسبة عالية بتاع التلوث الجروح ولقيتهم ولا بيستعملوا جوانتي ولا بتاع، ما بيغسلش ايده يروح يغير للعيان ده ويدخل على اللي بعده، ما بيلبست جلابز يبقى اذا انا هنا اكتشفت وعرفت ايه السبب ان معدل التلوث او الانفكشن زايد جدا في الووند بتاع العيانين، في نسبة الجروح في الجروح بتاعة العيانين اللي في قسم الجراحة او قسم السيرجري. فهمتوا المثال اللي انا بقوله ده؟ دي اسمها methods of data collection. Data processing and analysis، بعد ما عملت data collection هبدأ أعمل processing and analysis، أبدأ أعمل management للداتا، أعمل تحليل للداتا بتاعتي عشان أطلع بنتائج. بعد ما بعمل كده بيبقى عندي حاجة اسمها implications، هطبق الكلام ده، ما هو القابل للتطبيق في النتائج بتاعتي، والconclusion اللي هو الاستنتاج، أنا استنتجت إيه من الدراسة دي، then recommendation وإيه هي أهم التوصيات اللي هطلع بيها من الدراسة. أوكي، يبقى دي هي the steps of research process: problem definition, literature review, selection of design, subject, data collection technique, data gathering, data processing and analysis, implication, conclusion and recommendation. طيب زي ما أنا قلت ده كده ال process. البحث العلمي له العديد من الأنواع، إما أن هو يبقى وصفي بنسميه descriptive. descriptive لما أنا أقول عايزة أعمل دراسة على الassessment of women who gave breastfeeding. معلش الأمثلة بتاعتي معظمها medical بس علشان كده والتخصص، عايزة أشوف أقيم السيدات اللي بيرضعوا رضاعة طبيعية breast feeding. عايزة أقيم الفاكتورز that increase the deaths among youth. إيه هي ما هي العوامل اللي دلوقتي بتعمل أو بتسبب موت الفجأة بين الشباب؟ ربنا يا رب يعني يبعد عننا جميعا، ولكن ده فعلا it's right. دلوقتي بقى موت الفجأة ما بين الشباب معدله زاد. طب أنا عايز أعمل دراسة أعرف what are the factor that contribute to the increasing number of deaths among youth. أهو ده موضوع، ده اسمه descriptive. كل الحكاية أنا هعمل survey واسأل الناس واطلع بالنسب قد إيه، وإيه هي العوامل اللي دلوقتي زودت من معدل الوفيات بين الشباب suddenly for example. طيب في حاجة اسمها relational اللي هي دراسات اللي بيبقى علاقة، بدور على علاقة أو association between حاجة عن حاجة. The link between age and exercise. The link between lung cancer and smoking. العلاقة ما بين سرطان الرئة والتدخين مثلا، ده اسمه relational علاقة. causal، في نوع تاني من البحث العلمي اسمه causal effect، حاجة بتسبب حاجة. Like effect of behavior change intervention on exercise participation، تأثير تغيير السلوك على عمل التمارين الرياضية. نعم فعليا أنا عايز أعمل دراسة أشوف هل لما أنا أقعد طول الوقت أحفز الناس على إن هم يعملوا رياضة، هل هنا لما هم السلوكيات بتاعتهم تتغير ويحبوا عمل الرياضة هل ده هيأثر على اشتراكهم في التمارين الرياضية ولا لا؟ تاني effect of diet، effect of diet on decreasing obesity، تأثير الحمية على الإقلال من السمنة، ده برضو بنقول عليه causal effect. يبقى أنا عندي أنواع البحث، إما أنها descriptive وصفية أو relational علاقة بين حاجة وحاجة، أو cause effect حاجة بتسبب حاجة، أو طبعا عندي كمان دراسات experimental بحث تجريبي، إن أنا بعمل تجربة
بعمل تجربة معينة، بعمل intervention. لو أنا قلت effect of exercise on decreasing cardiac disease، تأثير التمارين الرياضية والرياضة على الإقلال من مرض القلب. لو أنا قلت هعمل حاجة اسمها intervention program للناس اللي بيعملوا amputation، هعمل لهم intervention program ازاي بعد كده يقدروا يكوب. يعني intervention program، ناس والعياذ بالله اضطرينا نعمل لهم بتر في الأطراف، وانا هعمل لهم برنامج تدريبي ان هو يقدر ازاي يتعامل، يقدر ازاي يمشي، يقدر ازاي يكتب من خلال استخدام الأطراف الصناعية وغيره، وازاي يقدر يتواكب مع الجديد في حياته مع الحاجات دي. يبقى ده اسمه intervention، حاجة تجريبية. لو انا عملت تجربة عشان اطلع منها بدواء جديد او بجهاز جديد، ده اسمه intervention. كل التجارب اللي بتحصل في المعمل على حيوانات، التجارب ده كل اسمه experimental research، بحث تجريبي. معايا شباب؟ معايا؟ Are you with me؟ سمعيني؟ معاك يا دكتور. سمعيني كويس؟ اه دكتور. اوكي تمام. research problem، ادي عندي research problem. يعني ايه research problem؟ research problem is an educational issue. issue موضوع تعليمي أو concern أو اهتمام بحاجة معينة. that an investigator present and justify in a research study. research problem هي عبارة عن educational issue، issue معين أو اهتمام معين الباحث بيبقى عايز يدرسه وعايز يعمل من خلاله research study. طيب why it is important that we have research problem؟ ليه مهم ان انا ابقى محددة مشكلة بحثية معينة؟ عايزة اسمع منكم يا جماعة، ليه مهم ان انا ابقى محددة مشكلة بحثية معينة؟ why؟ ممكن يا دكتور نطاق البحث يوسع مني وانا بشتغل. زي مثلا انا هعمل ريسيرش عن الكانسر، تمام، انا هعمل انهي جزء يعني عايزه تقولي عشان يبقى فيه فوكس، مش كده؟ اه مظبوط. تو فوكس ماي انترست، تمام. ايه كمان؟ وان انا اقلل، لان انا هتطلع لي ريزلتس كتيره جدا. ايوه حددها. ايوه انا هعمل علاقه بين ايه وايه بالظبط. يعني تقولي عشان يبقى عندك تو سيت ليميت، يبقى عندك variables معينة قادرة تعملي عليها control. تمام. ان انا لو ما حددتش نوع المشكلة هيطلع عندي حاجة بنسميها في research confounding factor، يعني عوامل ممكن تأثر على النتائج بتاعتي لو ما كنتش انا عاملة النوروينج او عاملة الفوكس او محددة المشكلة بتاعتي بالظبط. تمام، كويس قوي. في حاجة تانية تخليني نقول ليه تحديد المشكلة مهم؟ فهم. عشان أوجد نتائج معينة. ما أنا برضو لو ما عنديش مشكلة أو ما عنديش حاجة معينة أوبجكتيف بشتغل عشانه، فأنا يعني مش هوجد حلول، أو يبقى كده ريسيرش ملوش قيمة أوي. To find solution. بالظبط. Problem. تمام. هتساعدني أكتر في إن أنا أحدد الريفرنس أو أكتر مرجعية أقدر آخد منها البوينت اللي محتاجاها. آه هيساعدني إن أنا أبقى عاملة يعني ابقى محدده انا هستعمل انهي تكست بوك، ايه الريفرنسز اللي انا ممكن اجد فيها. لكن لو انا اتكلمت على حاجه فيري برود، انا هدور في ايه ولا في ايه ولا ايه، يبقى هتسهل السيرش بالنسبه لي. تمام. هتسهل بالنسبه لي الداتا كولكشن، انا هبقى عارفه بالظبط انا بجمع داتا على ايه، مش بجمع كده هبهازرد وخلاص، مش كده؟ كمان هتبقى كنقطة برضو واضحة، لو حد حب يرجع البحث بتاعي هيبقى عارف أنا بحث في إيه، فهيبقى سهل إن هو يبقى فيه ناس معينة تقدر تستعين بيه. مش سامع الصوت بيقطع. هيبقى مثلا لو حد حب إن هو يستعين مثلا بالبحث بتاعي هيبقى سهل، البوينت واضحة بالنسبة له. قطع عندك يا حبيبة قلبي. طيب.
لا يا دكتورة الصوت عندها شغال كويس. والله طيب. مشكلة الدراسة غالبا ما تنتهي بمجموعة من الفرضيات أو أسئلة اللي لازم في نهاية البحث أو الدراسة إن أنا أجاوب عليها، فلذلك لازم في الآخر أبروف أو ريجكت. حلو قوي، جميل، حلو قوي، إن أنا لأنه هيبقى ده بيحددني بمجموعة من الأسامشن أو الافتراضات اللي في الآخر هقول النتائج بتاعتي بتدعمها بتأكسبت ولا بتريجكت، اللي هي الهايبوثيسز. تمام. So to conclude, why is research problem important? بعد اللي حضراتكم قلتوا، number one, to establish importance of the topic، عشان أدي أهمية للدراسة بتاعتي لازم عندي مشكلة ليها magnitude. يعني لما أنا أقول مثلا أنا هعمل دراسة على أهمية إنه السيدات الحوامل تعمل متابعة حمل، ليه؟ علشان بنسميها عندنا بالميديكال ترمينولوجي برينيتال كير، لانه الماتيرنال مورتاليتي هتقل، معدل وفيات الامهات اللي بيعملوا انتي نيتال كير او برينيتال كير هتقل، لانه لقينا انه عدد كبير من السيدات اللي في ابر ايجيبت اند سو ذوز هو دو نوت فولو اب ذير بريجننسي، ما بيعملوش اي متابعه للبريجننسي بتاعهم، بيجي لهم كومبليكيشن، بيجي لهم مضاعفات، بيحصل increasing mortality rate. يبقى هنا أنا بهين مدى أو أهمية الموضوع بتاعي اللي أنا هشتغل به، بنسميه importance، بنسميه magnitude of the problem. Number two, create reader interest. لما أنا بقى مختارة موضوع interesting وموضوع ليه أهمية وليه magnitude، اللي هيجي يقرأ البحث بتاعي هيبقى مهتم وعنده شغف يقرأ أنا طلعت بإيه؟ إيه النتائج اللي أنا طلعت بيها؟ أو إيه الحلول اللي أنا طلعت بيها للمشكلة دي؟ To focus reader attention on how study will add to the literature. كمان النتائج أو الدراسة بتاعتي، مش أنا لسه كنت بقول إن literature review أو مراجعة الدراسات السابقة بتخليني أحط إيدي على الجابس أو على الثغرات اللي لسه عايزة حلول، فهنا لما أنا أبقى محددة problem معينة ده هيخليني أفوكس أو هيفوكس reader attention on how study will add to the literature، هيأد للbody of knowledge في المجال بتاعي إزاي. تمام؟ Where is research problem located؟ هلاقي فين؟ ممكن أطلع بمشكلة إزاي؟ من خلال إيه؟ من خلال الآتي: Ask yourself different question. What was the issue of problem or what was the problem that the researcher wanted to address؟ ايه اللي هي المشكله اللي الريسيرشر عايز يادرس؟ What is the concern being addressed behind this study؟ ايه اللي انا هطلع بيه؟ انا مهتم بالدراسه دي ليه؟ Why was the study undertaken in the first place؟ هل ده دراسه بتتعمل لاول مره ولا حد اشتغل فيها قبل كده وفي جزئية ما كملتش؟ Why this study important؟ ليه الدراسة اللي أنا عاملها دي مهمة؟ How does it differ from other part of the research؟ البروبلم مختلفة ازاي عن other part of the research؟ خلينا نشوف مع بعض. أنا عندي في أربعة terms لازم نفرق بينهم وبين بعض. There are four terms that we have to differentiate بينهم وبين بعض. Number one, research problem. يعني ايه research problem؟ Educational issue or problem in the study. Educational issue أو problem، مشكلة. تاني حاجة، يعني ايه research topic؟ Research topic, very broad subject matter being addressed in the study. موضوع كبير very broad، ده أقول عليه topic لكن ما هوش problem. الترم التالت purpose، يعني إيه purpose؟ the objective of the study، الهدف من الدراسة. في ترم كمان بنسميه research questions. يعني إيه research questions؟ research questions are questions the researcher would like to answer or addressed in the study، اللي احنا بنقول عليها أسئلة البحث، إيه اللي أنا عايز أطلع بيه أو بسأل عن إيه عشان في الآخر النتائج بتاعتي تجاوب على الأسئلة دي.
لو انا قلت what are the factors that increase the deaths among youth، هي العوامل اللي بتزود دلوقتي معدلات الوفيات بين الشباب الصغيرين. دكتور لو تكرمت ممكن مثال على الأربعة دول، مثال واحد بس يعني يشمل الأربعة كلهم. حاضر. أول حاجة research topic الكبير خالص، لو خدنا research topic كبير اسمه lung cancer، سرطان الرئة، ده اسمه research topic كبير. أنا عايزة أدرس إيه فيه، هبدأ أصغر شوية. المشكلة بتاعتي lung cancer and smoking، دي كده بقى اسمها research problem. معايا يا باشمهندس؟ lung cancer and smoking دي problem. معاك يا دكتور، معاك مع حضرتك. دي متغيرين بقى اسمها problem، لكن لو انا قلت lung cancer ووقفت بقى اسمه research topic بس. موضوع تمام. عايز تمام. ابحث ايه بقى في الموضوع ده؟ lung cancer and smoking، التدخين وعلاقته باللانج كانسر. معايا؟ طيب بيربوس ايه الغرض من الدراسة؟ is to assess. بص حضرتك بستخدم لفظ ايه؟ to assess to examine to investigate. لما اجي اكتب البيربوس بستخدم بعض العبارات او الترمات. to assess يعني عشان اقيم، to evaluate to investigate. يعني investigate جاي من investigation، ان انا احسن او ما هي ايه بالانفستيجيشن احلل تحليل. تمام. فاكتور ذات ليدز تو او ذا ريليشن تو اسس ذا ريليشن بتوين لونج كانسر اند سموكينج، عشان اقيم العلاقه ما بين التدخين وما بين اللونج كانسر سرطان الرئه. يبقى ده اسمه ايه؟ بيربوس. طيب ايه الريسيرش كويشنز بتاعتي؟ انا عايزاكم انتوا اللي تطلعوا لي ريسيرش كويشنز. لو انا ممكن يا دكتوره سؤال يكون، هل التدخين بيؤثر على او هو بيكون سبب من اسباب سرطان الرئه؟ ده ممكن يكون هو السؤال. ده سؤال اللي هو هنقوله ازاي. is there a relation، هنصيغه بالشكل ده يا باشمهندس ضياء. is there a relation، كويس قوي، between lung cancer and smoking؟ هل يوجد علاقة ما بين lung cancer and smoking؟ ده كده بقى اسمه research questions. يبقى التوبيك حاجة very broad كبير، ببدأ أعمل نوروينج، أنزل تحتيه أعمل problem. إيه البروبلم اللي أنا عايزة أشوفها في lung cancer؟ عايزة أشوف العلاقة بينها وبين التدخين، relationship between lung cancer and smoking. إيه الغرض من الدراسة بتاعتي؟ to assess the relation between lung cancer and smoking. ايه الريسيرش كويشن اللي انا هبحث فيه والمفروض ان النتائج بتاعتي كلها تخدمه؟ is there a relation between lung cancer and smoking؟ وممكن اقول بشكل اخر what are the factors that contribute to lung cancer. تمام؟ ولكن الأوقع هنا إن أنا أقول is there a relation between lung cancer and smoking؟ يبقى هو ده الكويتشنز بتاعي اللي هو جاي منين أساساً؟ الكويتشنز بتاعي طلع منين يا جماعة؟ دكتور حضرتك طلع من ريسيرش توبك يا دكتور. يس yes. حضرتك يا دكتور طلع من الريسيرش بروبلم اللي هي إيه؟ lung دكتور. cancer and smoking. لازم يبقى فيه هارموني، ولازم الريسيرش كويشنز اللي هيطلع يبقى له علاقه بالتايتل اوف ذا ريسيرش وله علاقه بالمشكله. يو جات ماي بوينت؟ تمام يا دكتوره، شكرا خالص، شكرا خالص. نعم تمام يا دكتوره وضحت، شكرا، شكرا لحضرتك. الحمد لله. استاذه حضرتك يا دكتوره. يس اتفضل. في حد تاني؟ نعم. بس حضرتك الريسيرش كويشن، حضرتك بتقولي الريسيرش كويشن لما بقول is there a relationship between smoking and lung cancer. نعم. مش هنا ال question نفسه هنا برود قوي، يعني المفروض ان الريسيرش كويشن يكون مور سبيسيفيك، يعني اجاوب مثلا اقول هل في علاقه بين اطلاقا. انا لسه هنا بتساءل لا مش برود على الاطلاق يا باشمهندس، مش برود. عارف ليه؟ هو مش المفروض ان انا لسه حاطه سؤال،
أنا بسأل هل يوجد علاقة ما بين السموكينج واللان كانسر؟ الداتا اللي أنا أطلعها هي اللي هتجاوب لي على السؤال دوت. أنا I do not know. الإجابة in the form of what? Yes or no? نعم؟ الإجابة هتبقى yes or no. الإجابة بتاعت لا الإجابة مش هتبقى yes or no خالص. لا 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 الإجابة مش هتبقى yes or no. لأن حضرتك مش هتعمل سيرفي ولا هتعمل كوتشينير فيه ثلاث أسئلة. حضرتك هتحط set of questions، هتعمل حاجة اسمها استبيان، هتسأل على حاجات كتيرة جدا، وفي الآخر الحاجات دي هي اللي هتجاوب لك على السؤال ده. هو ده اللي قصدي عليه بقى. نعم. يبقى questions هي الانفولفد ان كوتشينير. هو ده هي دي بقى الكويشنز هي اللي المفروض ان انا اقول عليها، هي الكويشنز اوف ذا ريسيرش، هي اللي هتبقى في الكويشنير نفسه. عندنا يا باش عندنا يا اما انه خليك معلش معايا بعد اذنك، يا اما يبقى عندي ريسيرش كويشنز، يا اما يبقى عندي افتراضيه حاجه اسمها ريسيرش هايبوثيسز. ريسيرش هايبوثيسز هنا بقى انا باكسبكت اتس ا بريدكشن، انا هنا بتنبأ بوجود علاقه ما بين السموكينج واللون كانسر. هنا مش هقول بقى ايه ذير ريليشن، ده هنا انا بتنبأ وبقول ذير ويل بي ا ريليشن شيب بتوين سموكينج اند لون كانسر. هنا بقى انا بتنبأ انه هيبقى في علاقه، ولكن انا النتائج بتاعتي في الاخر ات كان بروف اور ريجكت، يا اما فعلا تو سبورت الهايبوثيسيس دي او الهايبوثيسيس دي اللي هي الافتراضيه دي، او انها تو ريجكت. النتائج بتاعتي تطلع تقول لي لا الافتراضيه بتاعتك دي ات داز نوت بروف. خلاص يبقى انا عندي ريسيرش كويشنز نابع من الغرض من البيربس، لازم يبقى متماشي، هو ده الاكسبريشن اللي انا مش عارفه اجيبه، لازم يبقى متماشي مع التايتل مع الريسيرش بروبلم ومع البيربس، لازم يبقى متماشي معاهم. ما ينفعش احط ريسيرش كويشنز بحاجه ما هياش ريليتد ولا للبروبلم ولا للتوبيك بتاع البحث بتاعي. هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها لكم، لازم يبقى متماشي معاهم. تمام. طب سؤال يا دكتور. اتفضل. من فضل حضرتك، احيانا بشوف تايتلز بتبقى مثلا the impact of smoking on مثلا lung cancer. ده يعتبر ايه بقى، تايتل ولا ريسيرش؟ تايتل تايتل تاثير السموكينج اون لانج كانسر. يعني صياغته هو التايتل كده، ده التايتل بتاع الموضوع. يعني نعم. نقدر نقول ان ده ريسيرش توبيك. يس ات از ذا ريسيرش توبيك. يبقى هنا ده. لو انا حبيت احط بيربوس اقول ايه، وات از ذا امباكت اوف البيربوس، لازم يبقى نابع منين، من التايتل. وات از ذا امباكت اوف سموكينج اون ذا اوكارنس اوف لانج كانسر، ده هيبقى البيربوس بتاعي. خلاص تمام يا فندم. سوري ده هيبقى ريسيرش كويشنز بتاعي. وات از ذا امباكت اوف سموكينج اند اون لانج كانسر، البيربوس بتاعي تو اسس ذا امباكت اوف سموكينج اون لانج كانسر. شفت الفرق في الصياغه بين الثلاث حاجات او الاربعه؟ الحمد لله وصلت، وضحت كده. واضحه يا فندم. اوكي. What other key characteristics of statement of the problem? إيه كمان بالنسبة لل statement of the problem؟ It should address gap in knowledge. لازم to address the gap in knowledge. It should be significant enough to contribute to the existing body of research. تبقى فعلا ليها أهمية إن أنا أدرسها. مش أي حاجة أقدر أعمل عليها دراسة. في حاجات هايفة جدا، يعني ما يجيش واحد يقول لي إيه ايه العلاقة ما بين البتنجان والطماطم، هو ده بحث؟ لا طبعا. ايه الاهمية ان انا اشوف هو في علاقة بين البتنجان والطماطم؟ يمكن بيعملوا بيهم مسقعة مثلا، بس هو ده يستدعي ان انا اعمل بيه بحث؟ Of course not. لكن لو انا قلت what are the factors that contribute to the raise or increasing price of the fruits of vegetables ولا بتاع غلاء الاسعار، ما انا فعلا ممكن اعمل عليها دراسة. ايه العوامل اللي ادت لغلاء الاسعار؟ مش ممكن الكورونا ده يبقى واحد من الاسباب؟ مش ممكن التغيير المناخ اللي احنا مش معتادين عليه يبقى واحد من الاسباب؟ مش ممكن ان مفيش ايد عامله او ايدي عامله كتير يبقى واحد من الاسباب؟
حاجات تجريف الأراضي، قلة الأراضي الزراعية، حاجات كتيرة جدا. يعني ما تحكشي أقول لا، فعلا لو أنا عايز أعمل دراسة على الأسباب غلاء الأسعار في الخضار ولا بتاع، it is a real study. تمام؟ لأن فعلا هطلع بفاكتورز كتيرة جدا لما أسأل الناس. معايا يا جماعة؟ معاك يا دكتور. أوكي. معاك يا دكتور. The problem should lead to further research. مفروض ان انا لما بعمل دراسة بطلع بتوصيات، بطلع دايما بتوصيات اقول والله further studies needed. على ايه؟ على حسب التوصيات بتاعتي. Problem should endure itself to investigation through collection of data. بمعنى ان البروبلم دي هي الاساس بالنسبة لي اللي هتوجهني اجمع البيانات ازاي. It should be of interest to the researcher. بالفعل أنا مش هشتغل في جزئية بحثية أو في نقطة بحثية وأنا مش interested فيها. في مشكلة كبيرة جدا بتواجه الباحثين للأسف اللي بيبقوا شغالين في مراكز البحوث واللي شغالين في الكليات. إيه هي؟ المشرف أو الأدفايزر هو اللي interested في حاجة معينة، يجي يقول للطالب، طالب الدراسات العليا، ولا يقول للكندد اسمع يا ابني أنا عايزك تشتغل في حتة اللي مش عارفة إيه. It's totally wrong. بدل ما اقول له انا عايزك تشتغل في ايه والطالب بيفرح بكده، لا، انا اقول له انا عايزك تقرا كتير قوي وتقول لي انهي نقطه بحثيه انت نفسك تشتغل فيها، انت عايز تشتغل في ايه بالظبط، ايه الانترست بتاعك. يعني المفروض الايه تبقى معكوسه، الطالب بيفرح ان الاستاذ بتاعه ولا المشرف بتاعه عنده موضوع جاهز عايزه يشتغل بيه. ده مش كويس خالص. كل ما انت كنت حابب تشتغل في الحاجة دي كل ما هتشتغل وهتبقى حابب جدا تشتغل فيها وهتطلع بدراسة فعلا رائعة، غير ان حد يبقى جبرك تشتغل على حاجة معينة. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. في الذكاء الصناعي. Do you have the resources؟ هل عندك الresources والإمكانيات اللي تخليك تقدر تشتغل حاجة في الذكاء الاصطناعي؟ Do you have the time؟ Do you have the money؟ Do you have the equipment؟ The personnel؟ مهمة أوي الحتة دي. لما أكون عايز أشتغل على دراسة معينة لازم أفكر في حاجة اسمها feasibility of the study. Is it easy to do? Is it accessible? هل السامبل اللي أنا هجمع عليها الداتا accessible متاحة ولا مش متاحة؟ هل عندي الإمكانات؟ هل عندي لاب معين في أجهزة معينة تخليني أقدر أعمل تجارب معينة ودراسة معينة؟ هل معايا فلوس ولا معيش؟ هل أنا هقدر أبقى أنا الداتا كوليكتور الوحيد ولا هبقى محتاج مجموعة من الديتا كوليكتور معايا؟ دي كلها أسئلة لازم أحطها في الاعتبار وأنا بختار الموضوع اللي عايز أعمل عليه دراسة. ما اختارش عنوان رنان واجي أقع في مطب لما أجي أعمل ديتا كوليكشن ألاقي نفسي لا لاقي عينة الدراسة ولا لاقي الإمكانات اللي أشتغل بيها وأعمل الدراسة، ولا معايا ماني ولا معايا فاينانس ولا حد بيديني فند ولا هعمل إيه؟ هغبط في الحيطة زي ما بيقولوا. وفي الآخر ended with إن أنا غير الموضوع الدراسة خالص. ليه؟ لأن أنا ما كنتش realistic وأنا بختار موضوع عايز أشتغل فيه. I have to be very realistic. I have to look for the feasibility. I have to look for the accessibility of the subject of the sample اللي أنا هشتغل عليها وأجمع عليها البيانات بتاعتي لو أنا هشتغل دراسة وصفية وخلاص. تمام. The approach towards solving the problem should be ethical. يعني لما اجي اعمل solving a problem لازم ابقى very ethical، ما اعملش حاجه unethical in data collection. تمام يا جماعه؟ لغايه كده واضح ولا مش واضح؟ واضح. اي سؤال؟ ده كله اللي احنا اتكلمنا عنه ده in relation to the problem.
Can I should the problem be researched? هل المشكلة دي فعلا جديرة بإننا ندرسها؟ Can you study the problem? Do you have access to research site? عندك access زي ما أنا قلت الaccessibility المكان اللي هتجمع منه الداتا متاح ولا لا؟ Do you have access? Do you have the time? عندك وقت؟ عندك resources؟ عندك المهارات اللي تعمل بيها الدراسة دي؟ Should you study the problem? Does it will advance knowledge? هل فعلا هت advance knowledge هتعمل upgrading للknowledge في حاجة معينة؟ Does it will contribute to the practice? هتأثر في ال practice ولا لأ؟ كل ده هيفرق معايا. كل ده لازم أحطها تساؤلات تخص ال problems معايا. Okay. The first sentence of the topic, أول جملة في الtopic لازم تبقى very narrative. Narrative. The narrative performs the following function, causes the reader to pay attention. يعني لازم أستفيد في وصف المشكلة البحثية بتاعتي. لازم أعرفها الأول. لما أجي أتكلم عن lung cancer and smoking لازم أقول يعني إيه lung cancer. أقول إيه الإنسيدنس بتاعته؟ إيه الإحصائيات بتاعته في مصر؟ مثلاً elicit an emotional or attitudinal response from the reader. مهم قوي أجذب القارئ وخليه ينجذب وهو بيقرأ البحث بتاعي. causes the reader to continue reading. وأنا في أمريكا في جملة معينة عمري ما نسيتها. الأدفايزر بتاعتي ما تتخضوش قوي يعني خلتني كتبت شابتر الانترودكشن 15 مرة. Can you believe this؟ قعدت عيط كل مرة تقول لي لا أنا عايزاك تعيدي أقعد أرجع البيت أقعد عيط. في الآخر قالت لي عبير don't be sad because the introduction chapter is the strong has to be or should be the strongest chapter in your thesis because it will attract the reader. It will convince the reader whether your study deserves to be readed or not. شايفين الجملة دي؟ عمري في حياتي ما نسيتها. كل ما أعمل أديها تصلح لي شابتر الانترودكشن تقول لي عيدي لا عيدي لا عيدي لغاية ما لقيتهم 15 مرة. في الآخر عيطت كتير جدا وجات في آخر مرة قالت لي now you have to stop. It's an excellent job. طبعا كنت طايرة من الفرح مش مصدقة. قلت دلوقتي أقولك أنت كده حققتي اللي أنا فعلا عايزة أوصله معاكي إن هو very strong chapter وده هيخليني أكمل قراية الرسالة بتاعتك للآخر. فعشان كده بنقول إن هي it attract the reader has to be very strong. You have to write it very narrative in a very good way and attract the emotion أو the attitude of the reader toward your work. ده مهم قوي ولازم أحطه في الاعتبار وأنا بكتب the sentence of the topic and problem. لغاية كده any questions؟ فضلك ممكن سؤال يا دكتور؟ Yes, definitely. ممكن يبدو بره الموضوع بس من فضلك يعني حضرتك اديتي مثال جيد قوي للمثابرة والصبر والإصرار والنجاح العالي جدا. Yes. ازاي الواحد في الريسيرش يعني ايه الريسبي بتاع حضرتك او ايه اللي حضرتك يعني كان على ايه او يعني انا موضوعي كان على ايه؟ لا مش لا عموما لا مش الموضوع حضرتك ايه اللي شجعك؟ ايه اللي خلاكي تكملي؟ ايه اللي خلاكي ايه اللي خلاكي تكمل؟ ايه اللي خلى حضرتك ما تقفيش؟ يعني ايه الريسبي بتاعك؟ ايه الريسبي بتاعتي؟ الريسيرش انا as a research I'm very patient. دي نمبر 1. الحاجة التانية I have aim. إيه الأيم بتاعي؟ الأيم بتاعي إن أنا كان عندي هدف إنه أول حاجة إن أنا أتعلم وإنه أنا فعلا عايزة أبقى good researcher في يوم من الأيام لأن أنا being a good researcher is not an easy task خالص. أول حاجة بتعتمد على إن حضرتك أولا يبقى عندك knowledge يبقى عندك good attitude toward the research تكون بتحب الريسيرش ودي كانت حاجة فيا يعني من الحاجات المقومات اللي فعلا خلتني كنت صبرة. وأهم من ده إن أنا كان عندي هدف وهو إنه الرسالة بتاعتي كانت على تحسين نتاج الحمل
في الستات اللي عندهم عوامل خطرة أثناء الحمل. فكان عندي هدف وهو أني أنا أنفع بين الناس دول وأقلل من معدل الوفيات في السيدات اللي عندهم مشكلات خطرة أثناء الحمل، وده اللي خلاني صبرت. واللي بعد كده كمان واحد من الريسيبيز أو المقومات إن أنا كنت عايزة أبقى well-known researcher، عايزة الناس كلها تقرأ البحث بتاعي وأفيد بيه قطاع كبير من الناس، وعايزة الناس لما تقرأه تقول فعلاً it's a good piece of research. عشان كده صبرت. وعايزة أقول لكم أول مرة بس chapter introduction اللي كتبته 15 مرة، وبعد كده حصل لي absorption. أنا خلاص أنا نفسي I got experience إنه إيه الصح، إيه الطريقة الصح اللي أكتب بيها. فجيت الشابتر اللي بعد كده اللي هو review of literature من تاني مرة approved ووافقت عليه الادفايزر بتاعتي، وعملت paper عليه في البروبلم بتاعتي في حاجة اسمها research paper، خدت ساعتها فيه A+. بعد كده بقيت الشابترز التانية بقيت الحكاية بالنسبة لي أسهل بكتير من أول مرة. وفعلا أنا فاكرة يوم المناقشة بتاعتي المناقشين قالوا إنه شابتر الانترودكشن is written in an excellent way. وكانت اللي بتناقشني بتقول لي أنا كان عندي شغف إني أقرأ رسالة من أول سطر لآخر سطر بسبب الطريقة اللي أنت كاتبة بيها، وخلتنا كنا very interesting إن إحنا نقرأ ونكمل للآخر وما كناش زهقانين وإحنا بنقرأ رسالة 350 ورقة يعني حاجة كده. فهي دي الريسبي يا باشمهندس اللي أقدر أقول لك عليها، إن أنت يبقى عندك هدف وتبقى عندك صبر وتبقى عايز تتعلم وتبقى على يقين تام ان اللي انت بتعمله ده هيفيد الناس. واعتقد دي واحدة من اهم الايمز اللي كانت عندي في الوقت ده، ان انا افيد الناس فعليا يعني. تمام. وافيد بعد كده الطلاب بتوعي لما يجوا يقروا البحث بتاعي يعرفوا يعني ايه good piece of research article. واعتقد انه ربنا وفقني ساعتها وده هتحقق يعني. تمام. تمام يا دكتور. تمام. جاوبت على سؤالك ولا لا؟ باستفاضه جدا. أوكي. كلام يعني تمام. جواهر. ثانك يو. مش جواهر ولا حاجه على قدنا يعني. اوكي يبقى احنا هنا to summarize and for wrapping up. For wrapping up الجزء اللي احنا قلناه في الاول خالص، قلنا يعني ايه research، what is the importance of research، ايه ال characteristics of research، وبعدين اتكلمنا عن ال steps of research process. قلنا اول steps اللي هي identifying the topic or research problem, review of literature and then material and methods. لازم نحدد ايه ال design، ايه هو النوع التصميم بتاع البحث، هل هو descriptive وصفي ولا experimental ولا quasi experimental ولا causal effect. قلنا هنحدد السامبل بتاعتنا ايه نوعها وايه السايز بتاعها، وانه ده لازم يبقى based على equation. بعد كده هحدد التول of data collection، هل هي هتبقى من خلال questionnaire، من خلال survey، من خلال observation، من خلال experiment هعملها في المعمل على animal ولا ايه بالظبط. بعد كده اتكلمنا على بعد ما هعمل البروسيجر وهكتبها اللي هي المنهجية، هبدأ أعمل data management، هعمل sorting وهعمل coding organizing للdata، then I will analyze، هعمل data analysis. وبعد ما أعمل data analysis هعمل chapter اسمه discussion، إن أنا هراجع أو هعمل comparison ما بين النتائج بتاعتي وما بين اللي وجدها الآخرين، وأنا مع مين، with who وagainst who. ولو كان في discrepancy between النتائج بتاعتي وما بين اللي قبل كده لازم أقول إيه الأسباب اللي خلت يبقى في discrepancy ما بين اللي قبلي وبيني. خلاص. بعد كده بعد كده اديتكم example على الفرق ما بين البروبلم وما بين البيربوس وما بين التوبيك وما بين الريسيرش كويتشنز بيتكتب ازاي. تمام يا شباب. وبعدك وكمان اتكلمنا عن السورسز اوف بروبلم، سوري
تكلمنا عن الـ sources of finding problem وإيه الحاجات اللي بهاجد من خلالها الـ sources بتاعتي. ممكن قلنا تبقى journals، قلنا ممكن تبقى textbook، ممكن تبقى database، ممكن تبقى website, images, web engine. كل الحاجات دي تعتبر source of getting data. طيب stating the research problem، لما اجي اكتب الريسيرش بروبلم بعد كده بقى هكتبها ازاي؟ number one state in opening paragraph، لازم يبقى paragraph open paragraph مش حاجة closed ended. identify an issue، research based research problem، لازم يبقى عندي problem based on fact، على احصائيات موجودة، معدل الوفيات، احصائيات مثلا انه معدل سن الزواج او معدل المشكلات ما بين الزواج الاقارب قد ايه، عشان كده هعمل دراسة تخص اهم المشكلات اللي بتطلع نتيجة زواج الاقارب. فدي بقول عليها based on facts. practical problem، حاجة حصلة في الشغل، حاجة حصلة في الموقع عندك، مش عارفة بقى الناس الحاجات الأجهزة الكهربائية، الموقع، الخرسانة، مش عارفة لما أحط إيه على إيه طلع بيبقى فيه مشكلة وممكن البيوت تتهد، طب إيه المشكلة دي، طب حصلت ليه؟ يبقى دي حاجات فاكتس أو وقائع، فاكتس أو وقع حصلت قدامي، ممكن هي زي ما الباشمهندس قال من خلال الإكسبيرينس اللي أنا مريت بيها أو خبرتي في العمل، ده اللي لفت نظري إن أنا أشتغل على مشكلة معينة. reference the problem using literature، لازم أبقى عندي references اتكلمت على المشكلة دي، فلازم أقول إيه هي references اللي أنا جبت منها الكلام دوت. طيب justifying the problem، في حاجة مهمة جدا اسمها justifying problem، اسمها rationalization، ليه أنا اخترت الموضوع ده، ليه أنا اخترت إن أنا أدرس الجزئية دي. Justification has to be based on what other researchers have found. المبررات بتاعتي أنا اخترت أشتغل على الجزئية دي ليه، أو على المشكلة البحثية دي ليه، ده لازم يبقى based on what other researchers have found. الباحثين الآخرين لما اشتغلوا في الجزئية دي لقوا إيه. Justification based on personal or workplace experience، قد يكون بسبب مشكلة لقيتها بتحصل كتير في موقع العمل بتاعي، زي ما انا قلت كده لقيت معدل الستات اللي بيجولنا اقسام الولاده كتير جدا بيجي لهم انفضاض مبكر للسائل الامينيوسي قبل ميعاد الولاده بتاعتها، فمن خلال الاوبزرفيشن بتاعتي قررت ان انا لازم اشوف ايه الاسباب اللي ادت لده، ايه الاسباب اللي خلى عماره بتقع، ايه الاسباب اللي خلى مش عارفه الصرف الصحي بيبوظ في اماكن معينه، التجمع ولما بيحصل شويه مطره ولا سيول الدنيا كلها بتغرق. ما هو ممكن من خلال ده، من خلال الأوبزرفيشن ومن خلال خبرتي أبدأ أقول أنا والله أنا عايز أعمل دراسة أعرف إيه الأسباب، دراسة هندسية، إيه البنية التحتية دي اللي بايظة وخربانة. تمام، يبقى هنا بقول justification. نعم، هو ده research gap؟ لا ده مش research gap، ده بقولك اسمه justification، ليه أنا اخترت أشتغل في المشكلة البحثية دي، ليه انا قررت اشتغل فيها. فاحنا بنقول انه الجاستيفيكيشن ده اما انه يبقى بسبب انه باحثين اخرين اشتغلوا في المشكله دي بس في جاب لسه ما جاوبوش عليه، او من خلال الاكسبيرينس بتاعتي. يعني انا لما اقول اشتغلت ليه على الرابشر ممبرين اللي هو الانفضاض المبكر، هقول ثرو اوت اوبزرفيشن، من خلال تواجدي في الدليفري يونت، من خلال تواجدي في اقسام الولاده، it was observed that. انا بديكوا طريقه حتى الكتابه بتتكتب ازاي. there is increasing number of women coming with rupture membrane. يبقى هنا ده بسميه ايه؟ justification، ليه اخترت ادرس المشكله دي. وهنا انا حاطه لكم example، it was observed that، معلش هو example طبي شويه، there is increasing rate of rupture membrane among primiparous women. لقيت ان في عدد كبير من السيدات بيجونا عندهم رابشر ممبرين، فعشان كده انا اخترت ان انا اشتغل في المشكله دي. ادوني انتم امثله من عندكم يا شباب على الجاستيفيكيشن على اي موضوع
عايز تختار تشتغل عليه وتقول واي. قولوا لي بقى حد يقول لي اكزامبل ويقول لي واي من عندكم انتم. شباب عايزه اسمع حد يديني اكزامبل على justification of a research problem. انتم مستمعيني؟ Detecting coronavirus from CT scans. اوكي طب قول لي حضرتك ده detecting coronavirus from CT scan. طب قول لي justification ايه الاسباب؟ يعني قول لي حضرتك ليه شايف انه it is important ان انت to detect الكورونا فيروس عن طريق السي تي سكان. بكوزة يعني هتساعدنا ان احنا نقدر نعرف الناس اللي هي المريضة بدري ونقدر نديهم العلاج. طب انا هقول لك كان justification. أوكي. ممكن حضرتك تقول throughout the statistics it was observed that CT scan is one of the best diagnostic measures for coronavirus. يعني ايه ترجمة الجملة اللي انا قلتها دي؟ انه من خلال الملاحظات الكثيرة وجد انه الـ CT scan من احسن الوسائل التشخيصية لتشخيص coronavirus. Consequently وبناء عليه this will decrease the rate of deaths from coronavirus. لما انا اعمل اكتشاف مبكر من خلال السي تي سكان ده هيخليني اقلل من المضاعفات وبالتالي اقلل من نسبة الوفيات. الجملة يعني اللي انا قلتها دي اسمها justification. نعم؟ يعني انا justification هنا ما عملتوش مثلا على هي البروبلم ذات نفسها اللي انا عايز اعمل ديتكت للسي تي للكورونا فيروس. شايف ليه؟ بقول عن ليه الطريقة او الحاجة اللي انا استخدمها وليه. برافو. كله يعني. ليه الطريقة؟ ليه الطريقة؟ صح. اوكي. اوكي حد عنده اكزامبل تاني يبقى بعيد عن الحاجات الطبيه؟ اكزامبل من بتوع الداتابيز من بتوع الكمبيوتر من المهندسين؟ مفيش. طيب نكمل. Identify the audience قلنا مهمه قوي. Who will profit from reading our study؟ مين اللي هيستفيد من قرايه الدراسه بتاعتي؟ other researcher باحثين اخرين, practitioner الناس الممارسين في المجال بتاع, البوليسي ميكر الناس اللي بيسنوا تشريعات وسياسات معينه, and parent لما اعمل موضوع عن العنف في الاطفال, العنف في الاطفال او التنمر ما بين الاطفال. تمام؟ ايه هي مظاهر التنمر ما بين الاطفال؟ مين اللي ممكن يستفيد من دو يجي يقراه؟ مين اللي هيبقى مهتم يعرف مظاهر التنمر في الاطفال؟ مين تفتكروا؟ الاطباء النفسيين. مين؟ الاطباء النفسيين. البيرنت مش كده؟ اه تمام. الاباء. الطبيب البيرنت الاب والام المدرسه اللي في المدرسه الناس بتوع السوشيال وركر المشرف الاجتماعي ولا بيسموه ايه الاخصائي الاجتماعي. تمام. دي كلها بس عن التنمر بين الاطفال هيبقى في ناس معينه هيبقوا انترستد يقروها يا اما ريسيرشر يا اما اطباء اللي هو الاخصائي النفسي او البيرنت الاب والام الجمعيات الاخوات. يس الجمعيات. اي نوع من الجمعيات؟ الجامعات ولا الجمعيات؟ الجمعيات. زي جمعيات حقوق. زي جمعيات حقوق الطفل او جمعيات حقوق الإنسانية. جمعيات حقوق الانسان الاسوسيشن. أيه. مين او الان جي اوز heavily referenced لازم احط citation واحط reference, provide statistic لازم احط احصائيات لما اكون هحدد موضوع معين هشتغل عليه لازم احط statistic. اوكي use quotes from participant in moderation لازم احط الكلام بين
قوسين لو انا جايبه كلام على لسان ناس، يبقى اهم حاجه في كتابه الستيتمنت one paragraph for each five element. heavily reference، لازم احط references، لازم احط statistic، لازم احط الكلام ما بين اقواس لو انا جايباه على لسان ناس معينين. problem statement should specify population. ده مهم قوي قوي بقى. لما بقول problem statement لازم احط مين ال variables بتاعتي، يعني for example age and blood type، ده variable، السن ده variable متغير، blood type او فصيلة الدم متغير. an example، هديكم مثل، is there a relationship between body image and self-esteem level of women who have experienced mastectomy؟ جملة مكلكعة شوية بس معناها هل هناك علاقة ما بين self-esteem، يعني ايه self-esteem؟ يعني الثقة بالنفس، وما بين اضطراب الرؤية لشكل السيدات، مش اضطراب الرؤية يعني البصر، لا رؤيتهم لنفسهم كيف يروا أنفسهم. ستات اللي عملوا عملية استئصال للثدي، هل في علاقة ما بين ده، ما بين الثقة بالنفس وما بين عملية استئصال الثدي بين السيدات؟ دي كده research problem. هنا عندنا فيها متغيرات، ايه هي المتغيرات؟ body image، بصة شايفة نفسي ازاي، self esteem ثقة بالنفس، ومتغير اخر اسمه mastectomy او استئصال الثدي. دي كلها اسمها متغيرات بحثية، لازم تظهر في الجملة او في العنوان او في كتابة المشكلة البحثية. وهنا ده الماجنتيتيود، يعني ايه اهميه ما هي اهميه هذه الدراسه. بعد كده البيربوس، ذا بيربوس اوف ذا ستدي، فيرنش واي ذا ستدي از بينج دون، الغرض بعمل ليه الدراسه دي. ات هاز تو بي كليرلي بريزنتد، لازم يبقى مكتوب بشكل واضح جدا، جاستيفايد ومبرر، وريسيرشر ويل بي ماتش مور لايكلي تو ريسيف ابروفل اند سبجكت اوف ذا ستدي. هديكم اكزامبل على حاجه اسمها variable، بما ان في يعني ان شاء الله هتعملوا بعد كده papers، وفي ناس منكم بتوع احصاء اكيد. يعني ايه يا ياسمين variables؟ ياسمين يعني ايه variables؟ متغير يا دكتور. زي ايه في الاحصاء؟ variables age، السن، الويت، معدل الوزن، ده variable ولا لا؟ مش بيتغير من واحد للتاني؟ هل في حد وزنه ثابت ولا متغير؟ هل انا وزني يبقى زي التاني ولا كل واحد ليه وزن مختلف؟ السن متغير ولا لا؟ ممكن يبقى عندي عينة البحث في ناس عندهم 30 31 32 لغاية 55، يبقى ده بقول عليه variable او attribute. Structure of the research to summarize بقى. Research في الآخر، أي research has to begin broad questions، لازم يبدأ ببroad questions. Then you have to narrow down. بعد كده بعمل focus. Observe، بلاحظ. Analyze data، تحليل البيانات. Reach to a conclusion. Generalize back to the questions. يبقى in wrapping up او in conclusion، structure of any research، اي research بيبدا ببرود statement، تعريف very broad، بعد كده بعمل focus وابدا احط مشكله بحثيه بسميها research problem، وبعدين احط ال purpose واكتب research questions او hypothesis، وابدا اجمع الداتا اللي هي data collection، ممكن تبقى من خلال كوتشنير، سيرفي، اوبزرفيشن. بعد كده هانالايز الداتا، هحلل البيانات، هطلع بريزلت، هصل الى كونكلوجن، ريتشينج كونكلوجن، اند ذن جنراليزيشن. اقدر بعد كده اعمل عمليه اسمها جنراليزيشن، اقدر اقول على سبيل المثال ان غالبيه المدخنين، most of people who are a smoker can have lung cancer. غالبية المدخنين
قد يتعرضوا أو من الممكن إصابتهم بلانج كانسر. ده اسمه generalization. تمام؟ معظم السيدات الذين تعرضوا لاستئصال الثدي يعانون من مشكلات نفسية. ده اسمه generalization. ده جبته منين الجنراليزيشن ده؟ من النتائج بتاعتي. وعشان أقدر أعمل generalization عينة البحث بتاعتي مش المفروض تبقى عينة صغيرة، لازم تبقى عينة representative وعينة ممثلة. ما تقلش أبدا في الإحصاء، بيقولونا إنه representative sample ما تقلش أبدا عن 30 في العينة. استحالة لو قلت عن 30 تبقى not representative. فالجنراليزيشن أو التعميم النتائج بتاعتي تعمم إذا كانت عينة البحث كافية. تمام؟ دي هي example على variables age، الاتريبيوتس بتاعته السن 18 19 20 الى اخره. الجندر، الجندر الجنس ممكن يبقى سكس اللي هو السكس. ايه الاتريبيوتس بتاعته؟ ميل اور فيميل، رجل او سيده. ساتسفاكشن الرضا، انا بديكم امثله على يعني ايه فاريبل الساتسفاكشن الرضا ده. ممكن انا لو انا جيت حطيت في الاستبيان جاي اقول واحد يبقى فيري ساتسفايد، ياخد واحد راضي جدا. راضي فقط، اثنين satisfied to an extent to somewhat يعني إلى حد ما، ثلاثة not satisfied، أربعة not satisfied at all، خمسة. فدي بنسميها attribute. يبقى الفاريبل هنا اسمه satisfaction، الاتريبيوت بتاعته القيم اللي بتمثله يا يعني إما very satisfied أو satisfied أو to somewhat satisfied أو not satisfied or not satisfied at all. الفاريبلز في الريسيرش عندنا في حاجة اسمها independent وفي حاجة اسمها dependent variable. يعني لو أنا قلت lung cancer and smoking، مين يا جماعة اللي بيؤدي لمين؟ مين بيؤدي لمين؟ lung cancer بتؤدي الإيه؟ smoking بيؤدي للكانسر. اللي smoking بيؤدي إلى الكانسر. يبقى هنا الكانسر متوقف على مين؟ السموكينج. اوكي حلو قوي. يبقى هنا الاندبندنت يبقى مين والديبندنت يبقى مين؟ الاندبندنت هيكون السموكينج والديبندنت هيكون الكانسر. لا العكس، الاندبندنت الاندبندنت هنا هو مين؟ مين اللي بيديبند على مين؟ اللنج كانسر ديبند اون سموكينج. يس، يبقى السموكينج اندبندنت لكن اللنج كانسر ايه؟ ياسمين قلت كده، معلش يبقى انا ما خدتش بالي. طفاء يا دكتور السموكينج. طيب يبقى اللنج كانسر ديبند اون سموكينج. تمام تمام، يبقى هو ده. يبقى هنا المتغير اللي بيأثر بسميه اندبندنت، واللي بيتأثر بسميه ديبند. يبقى اي فاريبلز في اي بحث اما ان يبقى عندي ديبندنت او يبقى عندي اندبندنت فاريبل. من السياق، من سياق الجملة أو البروبلم بقدر أقول ده dependent ولا بقدر أقول independent. هديكم مثل health status الصحة، attitude الاتجاهات والسلوك، social support الدعم المجتمعي، intervention، كل الحاجات دي بتأثر في إن الواحد يعمل إيه exercise. يعني أنا لما الصحة بتاعتي الحالة الجسمانية بتاعتي تبقى حلوة هعمل اكسرسايز ولا لا؟ هعمل. لما انا يبقى عندي يقين وانا مقتنعه تماما ان الرياضه بتحسن الصحه يبقى هعمل ولا لا؟ هعمل. لما الناس تقعد تشجعني اصحابي واللي حواليا وزوجي واخواتي لا اعملي رياضه علشان تخسي يبقى شكلك احلى، يبقى ده برضو متوقف على الاكسرسايز، متوقف على السوشيال سبورت. اللي انا هعمله بجد الانترفنشن متوقف على. يبقى انا عندي كل الاي فيز او الاندبندنت كلهم دول هيلث ستاتس، اتيتيود، سوشيال سبورت، انترفنشن. الديبندنت الرياضه اللي انا اعملها كلها متوقفه على مين؟ على اللي احنا لسه قايلين عليهم. ده كده مثل على يعني ايه ديبندنت فاريبل ويعني ايه اندبندنت فاريبل. ده بيبان في سياق او في كتابه الريسيرش بروبلم اللي انا بكتبها. خلاص اوكي، فاضل حته صغيره. ايه هي انواع الداتا كولكشن؟ There are several methods of data collection.
It's very important to choose one that suits you. مهم قوي اختار الوسيلة اللي هجمع بيها البيانات اللي هي تبقى مناسبة ومناسبة لنوع الدراسة نفسها. تمام. Perform research following the study design that was developed and collect appropriate data. ببدأ أجمع الداتا بناء على نوع التصميم البحثي اللي هشتغل عليه. تمام. ممكن أنا أجمع البيانات من خلال الانترفيو، مقابلة شخصية، من خلال كوتشينير سؤال أو استبيان بيتعمل، من خلال سكيل معين. كل الناس بتوع علم النفس بيعملوا حاجة اسمها standardized scale، يعني مثلا القلق ليه مقياس اسمه مقياس القلق، مقياس التوتر، مقياس الايه الاسترس، دي كلها مقاييس بتبقى already standardized بيعملها الجماعة بتوع علم النفس. تمام. observational method حاجات بتبقى متوقفة على ان انا الاحظ واشوف بعيني، يعني لما هعمل حاجة لو انا مهندس في موقع وعايز اشوف ايه الاسباب اللي بتخلي انه يحصل تلفيات في لو حصل شوية سيولة، ولو حصل سيول ولا امطار الاقي الصرف باظ و ده كله مش هيجي بس باستبيان، لا ده هيجي من خلال ان انا لازم اوبزيرف، لازم اعمل اناليسز للحاجات اللي استعملوها في البنى والمواسير اللي تركبت نوعها ايه و انا بحاول ادي امثلة من الواقع من شغلكم يعني. تمام. بايوفيسيولوجيكال ميجرز، لو انا هشتغل حاجة طبية فهشتغل هجمع البيانات من خلال جهاز، لو انا عايز اشوف الضغط العالي ما بين السيدات الحوامل لازم عندي جهاز ضغط، عايز اشوف الحرارة لازم عندي ترمومتر. تمام. عايز اعمل سونار للست يبقى لازم يبقى عندي جهاز الترا ساوند وهكذا. ريكورد اند افيلابل داتا سورسز، احيانا بجمع البيانات من خلال يعني احنا مثلا ممكن اعمل الدراسة بتاعتي اجمع البيانات من ايه، من الـ الشيت بتاعت المريض، من خلال الداتابيز اخد الشيت بتاعت المريض، طبعا برضو بيرميشن لازم اخد بيرميشن اجمع البيانات من الشيت بتاعت المريض اللي بنقول عليها التذكرة يعني بتاعت المريض، او من الداتابيز او اللي بنقول عليها داتابيز، نسيت بالعربي يعني ايه داتابيز. قاعدة البيانات يا دكتور. قاعدة البيانات، ساعات الواحد بينسى الترجمة، او من خلال قواعد البيانات. تمام. دي كلها حاجات اقدر اجمع بيها الداتا. اخيرا هنتكلم عن الريفرنسز، مهم جدا جدا اي حاجه اكتبها في البحث بتاعي لازم تبقى ريفرنسد، لازم تبقى من سايتيشن، ما ينفعش اخد كلام حد واحطه من غير ما اعمل له ريفرنس، من غير ما اقول فلان منشط كذا سنه كذا، عبير عيسوي in 2000 2002 mentioned that. Antenatal care is very important. رعاية ومتابعة الحمل مهمة جدا. يبقى أحط عبير وأحط السنة اللي قالت فيها الكلام. مهم جدا. Anything that you already get من أي textbook من أي journal has to be referenced. يبقى لازم أحط قائمة بالمراجع. إنه ده واحد من الإثكس اللي هنتكلم عنه بعد كده. آخر حاجة هتكلم عنها بإيجاز حاجة اسمها الأبستراكت. لو حضراتكم إن شاء الله هبقى أجيب لكم إكزامبل على بحث وأوريكم يعني إيه أبستراكت. الأبستراكت ده بنسميه المستخلص، هو عبارة عن أهم حاجة في البحث بتاعي. Very short comprehensive، هو عبارة عن summary بس summary very short at the beginning of the article، بيبقى في مقدمة البحث. ده بيركز على المين بوينت اوف ذا ستادي، اهم نقاط في الدراسه. از نوت ا ميجر كومبوننت اوف ذا ريسيرش، ما بقولش فيه اي تفصيلات. اللينس بتاعه بيتراوح ما بين 50 ل 250 كلمه. تمام. بحط فيه اهم 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 نتائج، اهم النتائج مش كل النتائج، اهم النسب، أهم الاستنتاجات اللي طلعت بيها وأهم التوصيات، وبحط فيه طبعاً الريسيرش بروبلم، التوبيك، الايم اوف ذا ستادي، ريسيرش كويشنز، أهم النتائج والاستنتاج اللي طلعت بيه في الآخر، وده بنسميه ريسيرش ابستراكت أو مستخلص البحث. بكده يبقى احنا خلصنا السيشن بتاعت النهارده. وأند اي تراي تو هايلايت طبعاً
and gave an overview about the research لأنه لقيت أنه صعب جداً أتكلم على ethics of research وإنتم ما عندكوش أصلاً الباكجراوند يعني إيه research يعني إيه research process يعني إيه problem يعني إيه statement يعني إيه research questions magnitude abstract ده يعني هو طبعاً ده مش الكورس لكن ده إداني كلو إن أنا ما ينفعش أدرس لأي حد ethics من غير ما يبقى واخد إحنا عندنا في الكلية مثلاً في حاجة اسمها prerequisite يعني عشان الطالب ياخد الكورس بتاع الإثكس لازم يبقى دارس قبليه كورس الريسيرش تمام؟ بس طبعا أنا مش عارفة اللايحة عندكم أو السيلبسز ماشية إزاي بس أتمنى يعني إن أنا من خلال المحاضرة دي أكون shaded light على الimportant aspect and issues in research. الحاجة بقى اللي إحنا هنتفق عليها يا شباب From the coming lecture أنا مش هتكلم خالص طول الوقت أول المحاضرة الجاية هتبقى على أول جزء في الـ Ethics of Research فعايزة حضراتكم كلكم تحضروا وحضراتكم هتتكلموا وأنا هوضح معاكم نقاط لكن أنا مش هبقى طول الوقت أنا اللي بقول المحاضرة لأن أنتوا Post Graduate أنا بس علشان دي كانت النهاردة كده يعني دسمة شوية فيها examples كتير لكن من المحاضرة الجاية محاضرة Ethics of Research بدايتها المرة الجاية هنناقش كام item كده هقول لكم عليه بعد إذنكم هنتكلم عن الـ Principles of Ethics سمعيني Principles of Research Ethics دكتور ما حضرتك What is Research Ethics نعم What is Research Ethics What are the Principles History of Research Ethics Code of Ethics هنتكلم عن الأربعة element الكبار دول المرة الجاية What is Research Ethics What are the principles History of Research Ethics Codes مش كود واحد هتحضروا المحاضرة كويس جداً You can go into the internet, you can go into textbook, whatever, وتحضروا والمرة الجاية هتبقى open discussion between me طيب and you. دكتورة لو تكرمت هو في recommended textbooks؟ والله أنا ممكن أبص عندنا في المكتبة لو في textbook معين يناسب البوست جراديويت هقول لكم عليه وممكن أقول لكم اللينك بتاعه أو الـ ISN وتشوفوا لو هو اي بوك موجود ولا لا وممكن حد فيكم شاطر كده في السيرش يدور لنا على اي بوك عن الإثكس اوف ريسيرش اي بوك حاجه الكترونيك بوك يعني تمام دكتور تمام وانا من ناحيتي هشوف لو في تكست بوك في المكتبه عندنا هقول لكم ممكن اقول اي اس ان ان بتاعه واسمه طب يا دكتور لو في كتاب في الميثودولوجي بصفه عامه او في الريسيرش برضو حضرتك طبعا في الريسيرش كتب كتيرة جدا في كتاب معين يعني حضرتك شايفاه من وجهة نظرك يعني الأفضل بالنسبة لكم والله ادخلوا على في كتاب اي بوك اسمه بول اللي عامله اسمه بوليتر ان هانجلر بوليتر هانجل بوليتر هانجلر ده من أولى المؤلفين من أحسن كتب الريسيرش ادخلوا كده ممكن ده تلاقوه اي بوك كامل نازل على فكرة لو ما لقيتهوش قولولي انا هدور في السورسز بتاعته ممكن اتشير ات وذ يو ده كتاب ريسيرش رائع واللغة بتاعته سهلة تقدروا تذاكروا منه كويس معايا مع حضرتك يا دكتور مرسي جدا لحضرتك والتعاون حضرتك معانا العفو وان شاء الله اتمنى تكونوا ان شاء الله فهمتوا المحاضرة كويس وحاولت ابسط لانه دي طبعا دي اتس ان اوفر فيو لكن كل حاجه من اللي في المحاضره دي المفروض يبقى كان المفروض يبقى بري ريكويزت بالنسبه لكم للاثكس اوف ريسيرش فالمره الجايه ارجو ان حضراتكم تبقوا محاضرين عشان طول الوقت هيبقى اتس ان اوبن ديسكشن ايه اخبار البلاك بورد خدتوا اكسس كود ولا لسه لا لسه يا دكتور يبقى اذا برضه المره الجايه هتبقى زومينج
شاء الله بالزوم الى ان الموضوع ده يبقى سيتلد ان شاء الله. اوكي اوكي يا دكتور. معلش يا دكتور اسم الاوثر ممكن تكتبه لنا على الجروب؟ اسم الاوثر بول هاندلر. لا لحظه خليكم معايا بعد اذنك هقول ستوب شير خلاص. طيب هكتبها لكم دلوقتي. مش في حاجه هنا اقدر اكتب بيها اللي هي دي او الماوس اهو على الشات يا دكتور؟ على الشات صح؟ اه دقيقه واحده. اوكي هكتب لكم هنا اهو. انا من هانجلر بس هو ممكن يبقى اسمه introduction to search methods. لا introduction to scientific research. اوكي بوليتر هانجلر introduction to scientific research. مش فاكره كوبي رايت امتى بس دوروا عليه اعملوا سيرش ممكن تلاقوا اي بوك حلو قوي في الريسيرش دي. معايا يا جماعه سامعيني؟ ايوه فندم سامعيني يا دكتور. اه يا دكتور محاضرتك بالنسبه لمحاضره المره الجايه لو دخلتوا اونلاين تقدروا تلاقوا كل اللي انا بقول عليه ده يعني تلاقوا تمام كده. اني كويتشنز دكتور؟ استاذن حضرتك. نعم دكتور استاذن حضرتك. هو في بس انا عندي مقترح كده كنت عايز اسال حضرتك في الفيزابيليتي بتاعته. ايه هو؟ هو انا ملاحظ طبعا هي الماده دي مهمه جدا. تمام يا فندم. الماده دي يعني المقرر ده مهم جدا جدا بالنسبه لنا وطالما ان احنا يعني كده او كده ان شاء الله يعني خلال سنه مفترض هنشتغل في الريسيرش بتاعنا طبعا. فيعني بقترح ان انا مثلا يعني انا حتى شخصيا يعني لو حد حابب من الزملاء تمام ان مثلا لو انا هختار حاجه كده انيشال يعني البروجكت بتاعي احط ليه التايتل مثلا اعمل بروبلم ديفينيشن. كويس انا بعمل كده مع طلابي. اعمل بس يعني طلابي يعني في ماده افندم. اه افندم معلش الصوت قطع. انا بقول حضرتك يعني اعمل مثلا حاجه سمبليفايد ازف ان هي بروبوزال يعني واخد الريكومنديشن بتاع حضرتك على مثلا لا والله العنوان ده ممكن يتعدل بالطريقه كذا ريسيرش كويستشنز مثلا تبقى كذا بحيث ان ده يعني نعظم الفايده من الماده دي يبقى احنا يعني عملنا حاجه تطبيق للمفهوم نفسه الثيوريتيكال ومن ناحيه ثانيه يبقى انا واقف على جراوند صلبه شويه ان انا بعد كده خلاص مش هبذل بقى جهد كبير في ان انا اعمل بقى اصيغ السؤال ازاي او كده يعني فرصه وحضرتك معانا يعني انا شايف ان دي هتبقى حاجه ادد فاليو جدا للكورس يعني خصوصا ان اظن ما عندناش يعني ما عندناش كورس ريسيرش فلو حضرتك تقدري تساعدينا في حاجه زي كده وتبقى مثلا خلينا يعني خلينا نقول انه يعني ده ثرو اوت الكورس مش في الاول. بالظبط نمشي شويه في الايثكس بالظبط في الوسط شويه يعني ممكن يعني قبل المحاضرتين الاخر ولا بتاع تكونوا انتوا ديفلوبد الكلام ده ونقدر نطلع عليه ونعمل له نفرد له محاضره مناقشه في موضوعات متعدده انتوا حاطينها. ما عنديش مشكله بس بعد ما نمشي شويه في الماده. تمام يا دكتور. ماشي ان شاء الله. I don't mind at all. خلاص ماشي شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم يوم الاربعاء. اتمنى انه البلاك بورد الاكونت بتاعكم يتفعل ونعمل حاجه اسمها جوينت سيشن لايف. بتقدروا هي جميله جدا يعني هو طبعا الزوم بس الثانيه بيبقى الصوت فيها حلو قوي قاعدين كلنا مع بعض كاننا قاعدين في الكلاس بالظبط. تمام but anyway اتمنى تكونوا النهارده المحاضره يعني added to you فهمتكم مفهوم الكونسبت اوف ريسيرش وان شاء الله الاسبوع الجاي اتمنى تبقوا قاريين ومحضرين
عشان يبقى المناقشة والإنتر أكشن أكتر من كده كتير. تمام؟ تمام إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله دكتور. Okay, see you next week. We have a nice weekend إن شاء الله. Okay, see you guys. Okay, السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. مع السلامة.